كنطالبوا كنقابات 11 نقابه من اصل 13، يعني شيء باجماع، ما يمكنش يكون هذا الشيء باجماع غير هكاك. كنطالبوا بتغيير القانون المنظم للهيئه، لان كنعتبروا اصبح مجوزا، وباش نغيروا هذا القانون كنطالبوا بتاجيل تاريخ ديال الانتخابات، يعني تزاد واحد المهله تقريبا سنه هكاك باش نقدروا نغيروا القانون، لان فيه واحد العدد الفراغات وواحد العدد ديال النواقص. كذلك لاحظنا بانه الاهداف اللي تاسست من عليها ولا اللي كاينه في القانون المنظم للهيئه ما بقاتش، يعني الناس اللي متحكمين في الهيئه ومهيمنين عليها زاغوا على هذه الاهداف. والاهداف الاساسيه اولا الدفاع على حق المواطنين في الصحه، حق الجميع، كذلك السهر على الهيئه، خاصها تسهر على ضمان احترام الاخلاقيه للمهنه من طرف جميع الاطباء، وكذلك الممارسه القانونيه والسليمه لمهنه الطب. هذا الشيء مع الاسف لاحظنا الغياب ديالو في هذه الاربع سنوات، بالعكس الوضع في هذا القطاع الطبي زاد تدهورا، والمهنه يعني تضررت بزاف، والمظاهر ديال الشعوذه وديال كثيره، وبالتالي الهيئه ما قامتش بالواجب ديالها في هذا الاجتماع. الندوه الصحفيه كتجي في اطار ديال الحوار حول القانون المنظم للهيئه الوطنيه للاطباء والطبيبات، اما بالنسبه لما هو صحه بشكل عام هذا كاين قنوات اخرى ليس دبيره، لان الامر يهم اخلاقيه المهنه ماشي كيهم الزياده ولا النقصان في الاجر او المساله تقنين المهنه، يعني في اطار الرفع من الجوده وتحصين المهنه من الدخلاء، بالتالي هذا هو في الاطار فاش كيجي التضامن ديال المجموعه من النقابات في هذا الاطار بما في القطاع الخاص او القطاع العام. هذا هو المساله. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.